الإمارات العربية المتحدة تعرضت إلى هجوم بالطائرات المسيرة من قبل الميليشيات الموالية لإيران، ولكن الإمارات كانت مرة أخرى حاضرة في التصدي إلى هذا الهجوم. تفاصيل هذا الهجوم الذي جاء وتم يوم أمس هو بحسب وزارة الدفاع الإماراتية تم بثلاث طائرات مسيرة هاجمت الإمارات العربية المتحدة وتحديدا أبوظبي تقريبا إلى هذه النقطة، ولكن الدفاعات الإماراتية كانت حاضرة في التصدي للطائرات المسيرة كما تحدثنا، وكان هنالك تدميرا كاملا لهذه الطائرات، وأنها سقطت في المناطق التي هي تعتبر مناطقا غير مأهولة بالسكان، وبالتالي لا أضرار أبدا من هذا الهجوم الذي تم بهذه الطريقة. المثير بأنه لم تكن هنالك أي اتهامات من قبل الإمارات العربية المتحدة أو أي طرف آخر إلى الجهة التي قامت بإطلاق هذه الطائرات المسيرة، ولكن مع ذلك الأنظار كلها ذهبت وتوجهت إلى الحوثيون بأنهم هم من قاموا بهذا الهجوم، كون أن الهجمات الأخيرة المتكررة إلى داخل المملكة العربية السعودية وكذلك المتوجهة إلى الإمارات هي كانت قادمة من الحوثيون. ولكن المفاجأة كانت قادمة مع ظهور هذا البيان لمجموعة تطلق على نفسها ألوية الوعد الحق، هي التي تبنت هذا الهجوم وقالت بأنها استخدمت 4 طائرات مسيرة في هذا الهجوم الذي تم على أبوظبي. وهذه طبعا تعتبر تغيرا في المعادلة. المشكلة الحقيقية بالنسبة لألوية الوعد الحق، لا أحد يعرف هذه المجموعة إلى أي طرف تنتمي أو أين تتواجد، في أي دولة تتواجد بالضبط، ومن أين تطلق الطائرات المسيرة. ولكن ما زاد الأمور إثارة وغير المعادلة بشكل أكبر هو ما أعلنه المركز الإعلامي لأنصار الله التابع للحوثيين بهذا الشكل. وضعوا هذا البيان الذي شاهدتموه الآن وقالوا ألوية الوعد الحق العراقية تتبنى العملية، معنى ذلك بأن هذه المجموعة عراقية بحتة. وهذه المجموعة لكي نتعرف عليها هي ظهرت، وأول ظهور لها كان في 23 من كانون الثاني العام الماضي. بهذا الشكل قاموا بعملية صناعة وخلق منصة لهم في التليجرام بهذا الشكل، ونشروا العدد الأول لهم من كتاب يتبنون فيه هجوما تم على المملكة العربية السعودية. دعونا نذهب إلى هذا البيان لكي نلاحظ هذا البيان الذي تبنوا فيه الهجوم على المملكة العربية السعودية. كان أيضا بنفس السيناريو، الكل كان يتوقع أن الحوثيين قاموا بالهجوم، ولكن ظهرت هذه المجموعة التي أيضا هي تعبر عن نفسها وتذكر نفسها كأبناء الجزيرة العربية، لا يقولون بأنهم عراقيون أو غيرها من هذه التفاصيل. ولكن هذا البيان في حينها جعل تضاربا، هنالك تضاربا في البيانات بين بيان المملكة العربية السعودية وبين هذا البيان الذي صدر بهذا الشكل. المملكة العربية السعودية في حينها عندما تم هذا الهجوم قالوا بأن الهجوم تم بصاروخ باليستي واحد فقط، وتم التصدي إليه وتدميره، وكان هو متوجها إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وأن هذا الصاروخ هو كان قادما من الحوثيين من اليمن بشكل مباشر. ولكن هذا البيان الذي شاهدتمونه الذي طبعا جاء العام الماضي تحدث عن أن الهجوم هو تم بالطائرات المسيرة، وهو استهدف قصر اليمامة الموجود في الرياض وكذلك عددا من الأهداف الموجودة في الرياض. وهذه طبعا وكذلك هم توعدوا الإمارات العربية المتحدة آنذاك، وعلى هذا الأساس كان هنالك تضاربا كبيرا مع معلومة أبناء الجزيرة العربية كما يطلقون على أنفسهم، هي وضعت هنالك صعوبة كبيرة جدا في فهم من أين جاءت هذه الجماعة ومن أين تقوم بهذه الهجمات. أبناء الجزيرة العربية ممكن بسهولة أن تعني بأن هذه المجموعة تطلق الطائرات المسيرة من داخل أراضي المملكة العربية السعودية تجاه الرياض، لذلك كان هنالك شكا كبيرا، هل هي باليستية، هل هي طائرات مسيرة، هل هي من أين جاءت هذه الطائرات المسيرة وغيرها. ولكن سرعان ما هذه القصة تغيرت وأصبحت ثابتة بشكل أكبر من قبل الأسوشيتد بريس التي أكدت بأنه فعلا هذا الهجوم كان بطائرات مسيرة موجهة ضد قصر اليمامة الموجود في الرياض من العراق مباشرة، وحتى الـ ABC نيوز الأمريكية كانت حاضرة لتؤكد هذه المعلومة بشكل أكبر. لذلك الأنظار كلها توجهت إلى العراق بأن الهجمات الآن هي تأتي من العراق وليس فقط من قبل ميليشيات الحوثي من اليمن. وبعد 10 أيام من هذا الهجوم الذي نتحدث عنه
فجأة نشرت معلومات استخبارية خطيرة للغاية تناولتها الكثير من المصادر المرموقة الإعلامية أن هنالك قاعدة موجودة في الداخل العراقي هي التي تستخدم في هذه الهجمات، وهي موجودة في عمق الصحراء العراقية هنا تقريبا بهذا الاتجاه، وهذه القاعدة هي قريبة من الحدود السعودية وكذلك الحدود الأردنية، هنا على مسافة ما يقارب 169 كيلومترا، قد تكون هذه المسافة أقل بالإضافة إلى الحدود الأردنية بهذا الاتجاه قد تصل إلى 252 كيلومترا، وأن هذه القاعدة بحسب الوصف والمعلومات التي نشرت عنها آنذاك بأن هذه القاعدة اسمها قاعدة إمامي، وهي قاعدة إيرانية وليس هنالك أي جنسية من الجنسيات العراقية موجودة في هذه القاعدة. دعونا نذهب إلى هذه القاعدة وإلى الأقمار الصناعية لكي نرى هذه القاعدة ونتعرف عليها بشكل أكبر. هذه هي القاعدة التي ترونها أمامكم، يأتي طول القاعدة على مسافة 6 كيلومتر، وعرض هذه القاعدة هو يأتي على مسافة 2 كيلومتر، وهذه القاعدة هنالك عدد من العلامات المهمة التي يجب أن ننتبه إليها. المدرج هذا وبحسب المعلومات التي نشرت عنها بأن هذا هو المدرج الذي استخدم واستخدمته الميليشيات في إطلاق الطائرات المسيرة بهذا الاتجاه في مهاجمة منشآت أرامكو في المملكة العربية السعودية في عام 2019، وتسببت في مشكلة كبيرة جدا آنذاك. هذا هو المدرج الذي استخدم، بالإضافة إلى ذلك بأن هذه كما ترون هذه النقطة هي تمثل المهبط لمروحيات الهليكوبتر بهذا الاتجاه. كذلك هنالك نقاط بارزة في هذه القاعدة وضعت عليها عدد من الملاحظات. أولى هذه الأمور بأن هنالك مداخلا، أبرز المداخل هي هذا المدخل الذي يقع هو جنوب القاعدة، وكذلك هنالك مدخلا تقريبا بهذا الاتجاه شمال القاعدة، وأيضا هنالك نقطتين مهمتين، هنالك ملاجئ بهذا الاتجاه سنتعرف عليها، وأيضا هنالك نقطة في الوسط مهمة للغاية بالنسبة لهذه القاعدة. دعونا بداية نذهب إلى المداخل في الجنوب وفي الشمال، ومن ثم ننتقل إلى الملاجئ وبعدها إلى وسط هذه القاعدة لكي نتعرف عليها. بالنسبة للمداخل هي تبدو بهذا الشكل، هذا هو المدخل الذي يأتي إلى جنوب القاعدة الذي ترونه بهذا الشكل، وممكن لأي شخص أن يذهب إلى هذا المدخل لأن هذا المدخل هو يؤدي إلى قاعدة تحت الأرض مبنية بالكامل. تحت هذه القاعدة ممكن أن تتحرك فيها، تخزن الصواريخ وغيرها من هذه الأمور. القاعدة ليست موجودة على السطح فقط. وكذلك لنتوجه إلى المدخل الآخر، وهذه هي أبرز مدخلين موجودة، هنالك المزيد من المداخل لهذه القاعدة. هذا هو المدخل الآخر الذي يشبهه تماما شمال القاعدة، وممكن أن دخول إليه بهذا الشكل لكي تكون أنت في القاعدة الموجودة تحت الأرض. الآن دعونا نتوجه إلى الملاجئ التي تحدثنا عنها. هنالك ملجأين مهمين، هذا هو الملجأ الأول وهذا هو الملجأ الثاني، وهنالك بحسب المعلومات التي نشرت آنذاك عربتين، في كل ملجأ عربة واحدة، وكل عربة تحمل صاروخا من نوعية صواريخ ذو الفقار الإيرانية التي يصل مداها إلى أكثر من 700 كيلومتر، وأنها متوجهة هذه الصواريخ إلى أهداف هي تقع خارج العراق، وهذه أيضا نقطة مهمة جدا يجب أن ننتبه إليها في هذه الملاجئ. الآن دعونا نذهب إلى النقطة المهمة جدا التي هي تقع وسط هذه القاعدة. هذه النقطة فيها عدد من الأمور، هذه التي ترونها هنا هي كلها عبارة عن مخازن للصواريخ وللطائرات المسيرة كما ترون، وواضح جدا أن هنالك تحصينا كبيرا لهذه القواعد. بالإضافة إلى ذلك أو إلى هذه المخازن عفوا، بالإضافة إلى ذلك أن هنالك هذه النقاط الثلاثة التي ترونها أمامكم هي تمثل مراكز للاتصالات وللدفاع الجوي. هذه النقاط هي ممكن لها أن تتحمل أي ضربات ممكن أن تكون شديدة الانفجار، وذلك من أجل أن أي استهداف لهذه النقطة لن يؤثر على طبيعة التواصل والاتصالات من أجل إدارة أمور الدفاع الجوية. وكذلك هنالك ملاحظة صغيرة إذا ما توجهنا إلى هذا المبنى تحديدا الذي هو جزء من مركز الاتصالات والدفاع الجوي، إذا ما اقتربنا إليه قليلا سنلاحظ وكأننا أمام العلم الإيراني وهو موجود هنا. قد تكون الصورة غير واضحة بشكل كبير بسبب أن أشعة الشمس والقمر الصناعي والاتجاه الذي تأتي منه، ولكن واضح جدا بأننا قريبين للغاية مع هذه المعلومات بأنها قاعدة إمامي وإيرانية والجنسيات غير عراقية. مع هذه الصورة قد يكون هذا العلم الإيراني هو علم واضح جدا بالنسبة لهذا المبنى، ولكن النقطة الأهم بأن منذ ذلك الحين والآن مع هذا الهجوم الذي تم يوم أمس أن كل الأنظار الآن تتوجه إلى هذه القاعدة التي نتحدث عنها مع ظهور ألوية الوعد الحق
مرة ثانية ومرة أخرى. وإذا ما ذهبنا خاصة إلى الكتاب والبيان الذي صدر يوم أمس بتبني العملية التي تم ضد الإمارات العربية المتحدة، واضح جدا أن آخر نقطة ذكرت هي ستكون الضربات القادمة أشد وقعا وإيلاما، وبالتالي أن هنالك هجمات أخرى قادمة ممكن أن تأتي من الداخل العراقي من قبل هذه الميليشيات. هذه القضية هي أثارت الأوساط الأمريكية كثيرا، أنها تنطلق من العراق من ميليشيات هي تعمل خارج الأراضي العراقية، هي مهتمة بالاستهداف خارج الأراضي العراقية. هذا مهتم به مايكل نايتس، أحد أهم الخبراء في الأمور المتعلقة في الشرق الأوسط والصراعات في الشرق الأوسط. في تغريدة له بهذا الشكل، من هذه التغريدة كانت حقيقة وضع بأن الأمر هو متعلق بإيران بالدرجة الأساس، وهذه هي النقطة الأهم التي ترونها. قال أن العملية موجهة من إيران، أو على الأقل تتحملها إيران. كذلك رويترز أخذت عددا من التصريحات للمحللين والتي ثبتت الآتي. قال بعض المحللين أن إعلان ألوية الوعد الحق مسؤوليتها عن الهجوم يشير إلى تصاعد أعمال العنف التي تشارك فيها ميليشيات تسعى لمساعدة حليفتها إيران في مواجهة الخصوم الغربيين والخليجيين. وهذه القضية طبعا هي دفعت الإمارات إلى أخذ العديد من التحركات مع الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل بهذا الشكل. كما تلاحظون البريكينج ديفنس قبل 48 ساعة أكدت عزم الإمارات العربية المتحدة على شراء هذه المنظومة الدفاعية ألا وهي جرين باين، وهي رادار، حقيقة رادار إسرائيلي هو الذي ينوون شراءه من أجل ضبط الصواريخ البالستية التي ممكن أن تتعرض إليها الإمارات العربية المتحدة. كذلك وزير الدفاع الأمريكي كان أيضا واضحا في نفس التوقيت هذا في إرسال المدمرة الأمريكية USS كول إلى الإمارات من أجل حمايتها من طبيعة هذه الهجمات. كذلك طائرات حربية من الجيل الخامس متوجهة إلى الإمارات، وليس هذا فحسب، بل أن بيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم هو في البحرين موجود بهذا الشكل، وهنالك توقعات بأنه ستكون هنالك اتفاقية أمنية بين إسرائيل والبحرين كبيرة للغاية من أجل مواجهة كل هذه التحديات التي ممكن أن تتعرض لها المنطقة. ولكن بغض النظر عن كل هذه التحركات والضربات وغيرها، منطقة الشرق الأوسط على ما يبدو مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت تأخذ منحنيات مختلفة. الفاينانشال تايمز أكدت يوم أمس بأن الصين الآن تستثمر كثيرا مع انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة، وأن العراق هو أكبر المستفيدين من الاستثمارات الصينية الموجودة في المنطقة، في تغير كبير جدا لوضع الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك أنهم استعانوا بإحصائيات التي ترونها أمامكم هنا، وهذه الإحصائيات هي أهم الإحصائيات لعام 2021 من الاستثمارات الصينية التي بدأت تظهر بشكل كبير وستستمر حتى 2025. واضح بأن الشرق الأوسط حصل على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات الصينية مقارنة بكل الدول التي خططوا للاستثمار فيها. ولذلك هذه الأمور وهذه التطورات تضعنا أمام نقاط مختلفة، أمام تحولات مختلفة في المنطقة والشرق الأوسط، وتظل الأسئلة الكبيرة: ما الذي سيجري في المستقبل، وكيف ستتطور الأمور مع وضع مفاوضات فيينا المستمر بهذا الشكل؟